منها المحاولة ومنها الإجابة بجرأة، منها السؤال ومنها توضيح الحقيقة، منها السهم ومنها التسديد بدقة. ضيفة السهم في حلقة اليوم هي تاريخ الازدياد 21/7/1994 فاس، البرج سرطان، المهنة مهندسة ميكانيكية، فنانة كاريكاتير، ناشطة حقوقية. المواصفات: شخصية هادئة ومسالمة، عاشقة للحرية، أفكارها جعلتها تغرد خارج السرب وتخلق لنفسها عالما خاصا بها. أفكارها خلقت لها أتباعا ومناصرين، كما خلقت لها أعداء وخصوم. تحلم بمغرب أجمل لكن على طريقتها. هذه المواصفات تتطابق مع بروفيل واحد، زينب فاسيكي. إذن ضيفة السهم في حلقة اليوم هي زينب فاسيكي، مرحبا بك. شكرا. وهي الله يحفظ مع هذه الحلقة زينب. مكينش الحشومة. مكينش الحشومة ومكينش العيب، وكين فقط الصراحة والصدق والحقيقة والسلام. أكيد السلام هو شعارنا كدين، شعارنا كدولة، وشعارنا كنساء. يلا زينب، مستعدة لرحلة غتكون طويلة أنا وياك هذه الحلقة. برنامج السهم، الفكرة كلها زينب دايرة على السهام أو لعبة السهام. في حالة ما إذا طرحت عليك سؤال وما بغيتيش تجاوبيني، أخا أنا كنثق في الجرأة ديالك، ما عليك إلا تلعبي معايا، وخاصك تجيبي السهم في الهدف لتفادي السؤال. في حالة ما نجحتيش خاصك تعطيني الجواب. تفقنا؟ يلا مباشرة أنا وياك والجمهور غادي نمشيو للفقرة الأولى، وكما عودناكم هي سهم في كلمة. إذن سهم الكلمة، زينب غادي نشرح لك الفكرة بسيطة. غادي نعطيك 10 ديال الأسئلة والمطلوب تعطيني جواب في كلمة باختصار. يلا زينب فاسيكي، السعادة بالنسبة لك هي السفر. الإيمان في كلمة. عندك واحد الهدف في الحياة. الجنس في كلمة. حاجة من الاحتياجات ديالنا. الحرية في كلمة. الفن. زينب فاسيكي تخاف من. أخاف من والو. زينب فاسيكي تتفادى. الحرب. ترد الإساءة ب. بالرسم. تعرضت للخيانة من. من بعض النسويات. أقصى شعور في الحياة. هو تفقد اللي كتبغي. زينب تبكي عندما. كنبكي فاش كنلقى الأطفال ديال بلادي كدويو عليهم بالخايب. آخر سؤال في كلمة، الموت في كلمة. القدر ديالنا كاملين، ما نهربوش منه. سالينا الفقرة الأولى سهلة. يلا ندوز مباشرة للفقرة الثانية وهي سهم القلب. سهم القلب في حلقة خاصة مع زينب فاسيكي. زينب اليوم حصلتي. زينب لقاءاتك الكثيرة اللي شتلك كتناقشي كتعبري، انت من الناس اللي خرجاتك الإعلامية كثيرة، ولكن بكل صراحة خرجاتك الإعلامية اللي كنلقى فيها زينب الإنسانة قليلة جدا. ممكن تكوني معايا اليوم زينب الإنسانة ماشي الناشطة الحقوقية؟ أنا دائما إنسانة. لا يعني ذاك الجانب الآخر من حياتك. مرحبا. أنا كان آمن في حياتي بواحد المبدأ اللي هو كل إنسان حدانا أو بروفيل حدانا هو نتيجة واحد الفيكو ديال واحد التجارب ديال واحد المعيش معين. بكل صراحة زينب، معيشك، طفولتك، حياتك اللي عطتنا هاد الشخصية بين قوسين المتمردة، الشخصية اللي خارجة على القانون أو على السياق ديال المجتمع ديالها، واش طفولتك هي كانت فيها مشاكل ولا كانت طفولة عادية؟ واخا هو صعيب نقولوا طفولة عادي، هو حيتاش أنا كنت محاطة برجال اللي كيحترموا المرأة، يعني منهم الأب ديالي، الإخوة ديالي. عشت واحد الطفولة صراحة فيها قراية على راسك، وداكشي اللي درت أنا كنت دايما كنجيب النقطة الأولى. عندي واحد الطموحات، باغا كنظن أنا بزاف الأحلام ديالي حققتهم، مهندسة درناها، كاتبة درناها، مازال عندي بزاف ديال الأحلام. علاش؟ حيتاش المحيط ديالي كان تيقول لي أنتينا ماشي ما نقولوش كامرأة، كإنسان خص يكون عندك واحد الهدف في حياتك. ما كانش فرق بيناتنا، ما كانش شوية القمع. القمع شوية ديال التربية الصارمة من الأبوين. كانت تربية صارمة اللي كنشكرهم عليها، واللي هي اللي خلاتني نكون واحد الإنسانة حتى أنا صارمة، وغنكون صارمة مع أولادي، ولكن واحد الصرامة اللي إيجابية، ماشي واحد الصرامة اللي كتخليك بأمراض نفسية من بعد أو لا شحال من حاجة. كليتي العصا؟ لا ما كليتش العصا.
كنتي مفشة؟ ماشي مفشة، أنا كنت من صغري ديما منضابطة في المدرسة في الدار، ما عرفتش علاش هكا كان دايرة. وهذا الشيء اللي خلاني كنت من لقاع الناس لقاع المراوات يشوفوا هذا الرجل الإيجابي اللي أنا شفته في الأب ديالي في الإخوة ديالي في حياتي الشخصية. الوالد ديالك قاري؟ والدي يبج بهم قارين، وبلا انا كنعتبر حتى الاب ديالي فنان، هو صانع تقليدي وكان دائما كيانسبيريني بالفن ديالو، وتسافر العالم كامل باش يوري البراد المغربي الجمال ديالو. اذا هو كان في السفارين. وي كان عنده محل في السفارين. حالتكم الماديه كي كانت زينب؟ يعني كنت هي لاباس عليك؟ حيت كتعطي الانطباع انك مشي طبقه يعني برجوازيه، طبقه مرتاحين ماديا. صراحه احنا ما عندناش وما خصناش، يعني طبقه متوسطه، ما كناش ميتين بالجوع وما كناش يعني شبعانين من الماكله ولا شحال من حاجه. مي هادشي هو اللي عطاني حتى انا واحد الحرقه انني يكون عندي اهداف في حياتي، ودابا كنرد ليهم الجميل انه اي حاجه بغاها خذها، ما تخممش، ما تشوفش الثمن، ما يعني كان هذا هو الجماليه ديال الامومه ولا تكون اب، هو انه ابنائك من بعد كيردوا لك الجميل. كيردوا لك الجميل. وإذا طفولتك عادية، يعني طفلة بنت مغربية. هذا هو المشكل، كانت عادية وتصرفقت من بعد. ولكن فاش خرجتي من 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 كان في الأسرة ياك كنظن، فاش ما بقاش ذاك الحماية للأسرة وخرجتي للمجتمع، هنا فين غتاكلي أول صفعة كما كنقولوا، وغتصدمي أن تماماً. الواقع ماشي زوين في حال أسرتك. شنو وقع لك زينة؟ وقع بزاف الحاجات، منهم هو أنه هاد الحياة يعني لا فيون روز اللي كانت في الدار، اون فوا مشيت للمدرسه في الابتدائي مازال عاقله، حيتاش كنت جيت الاولى في القسم، واحد من المشاغبين ديال القسم اللي كانت فيه باينه انه ما كيحملش البنات كان شير عليه واحد الحجره هنايا. دونك من بعد تعلمت انه كاين اعداء النجاح، وخا انت طفل في عمرك 67 عندك الاعداء النجاح، حيتاش جيت الاولى في القسم. المهم هاد النقطه هادي دوزتها من بعد، وانا كنكبر والجسد ديالي حتى هو كيتبدل، وفاش كنت طفله كنمشي في الزنقه مع ماما ما كاينش اللي كيدوي معاك، ولكن فاش وليت كنمشي بوحدي للليسي كنمشي بوحدي للسطاج كنشد، انا ما كانش عندنا يعني الفواتور في الاسره ديالنا، فكنت كنشد الطوبيس مع 6 الصباح البرد والزحام. عشت شحال يعني شفت شحال من حاجه في الترانسبور بوبليك. الحمد لله واخا مشيت للشعبه ديال الميكانيك وكنا بينا مازال عقله لونفي فيه 100 ديال الطلبه، 20 بنت وشي الاخر كله ولد، 80 ولد، وسمعت عاوتاني هضره، وكانت واحد العنصريه يعني فاش كنبغي ندير الترافو بخاتيك خلي هذيك بوحدها خليها تماك، قلت اوكي غندير البروجي بوحدي حسن لي، انا ما اصلا ما باغاش في بحال فيا انايا التوحد مسلكاني نكون بوحدي. وعشت انا التنمر، يعني مازال ما كنت ما عندي لا اراء سياسيه لا حتى شي حاجه، كان التنمر هنا كنعرفوا بلي التنمر ما عندوش اسباب ولا شي حاجه، كاين شي واحد هكاك اللي قلبه خايب كيبغي. علاش مثلا تعرضتي للتنمر؟ شنو من الحويجات اللي كانوا كيتقالوا لك مثلا وكانوا كيبقاو فيك؟ انني معقده قرايه وهذا الشيء هذا كاين حتى في النضال ديالي دابا، يعني فاش كنقول للبنات سيروا قراو وانت واش بصح خليني معقده، واش بصح كنتي من داك القرايات اللي شادين على راسهم؟ صراحه كنسمع عليها كانوا ولكن ما بقيتش، عرفتي انا كنكبر وانا كنولي كول كتبدلي شي حويجات، كنظن بلي السفر بدلني بزاف، خلاني هادشي علاش كنقول لاي واحد يعني في العشرينات ديالو يسافر يشد طياره، ما تبقاش شاد على داك الفلوس حاطه في فلوس يعني كندمروا عليها باش نعيشوا بها ليكسبيريونس، ماشي نشريو بها الماديات. انا ما كنشريش الماديات بزاف، بل كنشري ليكسبيريونس، كنشري التجارب. وشوف هي فاش كنكونوا مختلفين اكيد كنتعرضوا للتنمر وكنتعرضوا كما كنقولوا الرفض من طرف المجتمع. فانت خلصتي الضريبه ديال انك كنتي مختلفه، واختلافك ماشي زعما اختلاف كبير، واختلاف ديال وحده ماشي يمكن اجتماعيه بزاف، هذا حسب زعما ما فهمت. وانا مازال باقا ماشي اجتماعيه صراحه، حتى في الحوارات ديالي اللي شتيهم تتبان فيا شويش واحد الانسان اللي نهار كدوي بواحد لا نايفته. هذا هو الحاجه اللي كنقول عليها انا خايبه فيا واحد لا نايفته، انني كنخرج كلشي اللي في قلبي، ماشي عندي واحد النيه شنو غيقول هذا، كلشي كنخرجو بحال جالسين في قهوه بحال جالسين في الصالون، مع العلم انه داكشي اللي كيتقال في لي كافي في الديور افضع من داكشي اللي كنقول، كنقول بواحد النيه حتى اللي كنلقى راسي
خدي واحد السؤال ناخذ. كي كانت علاقتك بالرجل في هذه المرحله ديال الطفوله والمراهقه وانت كتكبري؟ هذا سؤال زوين، حيتاش انا ما عندي حتى شي مشكل مع الرجل. كنقولوا فاش كنقولوا الرجل، شنو هو الرجل؟ شنو هو الرجل؟ هو الذي يحترم نفسه، هو يحترم النساء. اما الذكوريين واللي كيكرهوا ولا شحال من حاجه، ما كنسميش حتى مشكل معاهم، ولا انا كنحاربهم، يمكن هما كيحاربوني هما، يعني كنشوف واحد الكراهيه فيهم يعني لا توصف. يعني واش علاقتك مع الرجل كانت سلسه؟ يعني حتى انت مثلا في الكوليج ولا في الليسي تصاحبتي؟ لا ما كنت معقده. ديال شي انا يا مجدة، يعني انا في شي نقاط محافظه بزاف. حيت انا راك دابا انت كتعاودي وانا كنتصدم شويه بشويه، لان كلشي كيتصدم في هذا الشيء. هذه المتمرده الفيمينيست اللي دايره حاله. بالعكس حنا غنصلحوا هذا، غنصلحوا هذا. شوف انا ما عنديش مشكل حتى بنادم يتصاحب ولا يدير شي حاجه، راه شنو هو النضال ديالي؟ ندخلوا سوق راسه اللي بغى يدير شي حاجه. ولكن سولتيني عليا انا شنو درت، انت شنو درت؟ ما كانت علاقات، حيتاش كان عندي، شوف عتي باش تجي الاول في المغرب والله ما عندك الوقت للتصاحب، ما عندكش وقت لدوك الميساجات وقت اخرى حتى 3 الصباح، فين هو الوقت؟ عمرك بغيتي شي واحد في هذه المرحله؟ لا شي اعجاب طبيعه الحال. يعني ما عندك تقرهش الراجل، يعني كاين مشاعر تجاه الرجل؟ طبيعه الحال كاين مشاعر. حيت حنا كتجينا بحال انت والراجل جوج الحوايج ما كاين. لا انا مستقبلا غتشوفوا الابناء ديالي وغتشوفوا الزوج ديالي، وغادي شحال من حاجه غادي تبان. ولكن للاسف دائما كنقارنوا انك تكون فيمينيست، كاين اللي تيقول عليا انا يعني عندي ميولات جنسيه واحده اخرى. ما شوف انا حيتاش كنكونوا حاقدين على الرجل اوتوماتيكمون كنقولوا اذا هذا الشخص مثلي، يعني انت كتميلي الى الفيمينيزم. ماشي حقد على الرجل، فيمينيزم هو رساله للعالم كامل باش ندويو على الذكوريين. شوف راه كاين الراجل وكاين كاين الذكوريين. بزاف كيبغيو يقارنوا النسويه ككره للرجوله ولا التستوستيرون ولا العكس. انا يا بعض المرات كنلقى راسي انا كناضل على الرجوله، بعض المرات انا كندوي عليها بواحد الحرقه. يعني الرجوله هي واحد الرحله اللي خاصك تعلم منها في الاخر انه مهما كانت يعني القوه ديالك ولا الافكار ديالك، عمرك تخدم داك الشيء كواحد القوه ضد شي واحد قليل جنس اخر او لا شحال من حاجه. علاش حنا فاش كنبقاو كندويو على العدل ما بين المراه والرجل كيبقى كيجبد لك لياجور؟ ايوا انا راجل غنهز لياجور، انتينا ما تقديش تهزي لياجوره. لا سيدي حنا ماشي في غابه كنصيدوا الغزاله باش ناكلوا، كاين واحد الدستور، كاين واحد القانون، كاين الفلوس. دابا اللعب دابا دخل فيه الفلوس، المعادله تخربقات. بقيناش عايشين في في في, في الغابه ولا الصحراء، عايشين كنبنيو دارنا بالخشب. نو كاين فلوس، كاين الضرائب، كاين واحد ليغارشي ديال المجتمع المعاصر. غير هو يمكن هذه النقطه سمحي لي حيت ما معناش هنا شخص يعني باش يهضر باسم يعني هاد الناس. كنظن على ان هذا التمييز اللي كيديروه على اساس ان الرجل اقوى من المراه جسديا، وان كاينه شي حويجات الرجل كيديرها والمراه ما تقدرش ديرها. فعلى هذا الاساس كيقولوا ان المساواه هي غير ممكنه بين الرجل والمراه. فعلا لانه كاين اللي كيسحب لي المساواه. انا مثلا الا كمراه الا دويت على المساواه هي نوض ندير اللحيه ونولي بحال الراجل. لا انا فاش كندوي على العدل ما بين المراه والرجل، علاش نعطيك واحد المثال. انا فاش مثلا كنمشي كنخلص الواجبات الماديه ديالي في المقاطعه، في دار الضريبه، في الماء والضوء والويفي، كيجي عندي شي حد تيقول لي ايوا انت بنيته خلصي غنديروا معك واحد بروموسيون ذكوريه نص الثمن، يلاه خلصنا نص الثمن حيت انت مراه. ما كاينش اللي تيقول لك، يعني انا كنشوف في الواجبات كاين شي كيعقل عليك في الواجبات الماديه. انت مواطن تكون مراه راجل زرافه، يا اما غتخلص يا اما ستعاقب. وكذلك في الحقوق، إذن علاش كنغمضوا عينينا في شي مسائل وفي شي حاجه اخرى عاد كنتفكروا ليا جورو والسيما؟ لا يعقل. يعني كنتمنى انه الرساله تكون لا فهمتي شنو لا لا فهمت كما يعني كنديو الواجبات كما بغينا نفس الحقوق. غير وانت من دعاه المساواه، يعني ان بحال الرجل بحال المراه، ولا يعني هي مساواه في بعض الحويجات اللي ممكن فيها المساواه، وانصاف يعني في حويجات اللي احنا مختلفين مع الرجل؟ شنو نقدروا نقولوا المساواه غير هي ما يبقاوش الناس يعتبروها مساواه فيزيولوجيه. كندويو على مساواه اجتماعيه ماديه اقتصاديه
سياسيه في 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 وهنا غنوصلوا عاوتاني لمدونات الاسره، يعني شحال من حاجه ما عندناش حنا كما عند الرجال. يعني كندويو على مثلا الولايه عند الام اللي مازال ما مازال بزاف المحكمه عامره بالنساء اللي قانونيا مازال يمكن المشكل تقانوني مش غير مع الرجل ولكن كذلك حتى مع القانون. طبعا انا كنستغرب انه كاين واحد الحمله تيقول لك فيها حنا عندنا حقوق اكثر من الراجل. ثقوا بيا كون عندي انا حقوق اكثر من الراجل كنت انا غنضل على الراجل باش يكون هو عنده المساواه مع. اذا انت لذلك من اجل الانسان. طبعا الحمله للانسان. هنا سمحي لي بغيت نسولك واحد سؤال اخر. علاقتك بالروحانيات، يعني انت انسانه ماديه يعني كتآمن بالمادي الملموس ولا انت انسانه تؤمنين بالروحانيات؟ هذه النقطه ديال الروحانيه تبدات لي بالضبط في الحصص ديال الفلسفه. الحصص ديال الفلسفه ديالي في الثانويه فين كنت نقرا في فاس، ومازال عقلة واحد الأستاذ الفلسفة كان ما كيحملنيش. كانت الكتابات ديالي كاملة يعني كتعصب الأستاذ، لأنه أنا ماشي عزيز عليا نفكر، عزيز عليا نشك، عزيز عليا ندوي على شي. هاد الشي اللي كنديرو أنا تدابا كندوي على شي حاجات اللي الناس ما بغاش تدوي عليها. علاش؟ alors que le fait اننا ما كندويوش عليها كاينين مصائب كحله حيتاش ما كندويوش عليها، سواء وسط الاسره، سواء مع الام والابن ديالها، مع الاب والابناء ديالو، ولا الزوج والزوجه ديالو. يعني هذاك الصمت انا ما كنحملوش. شنو هي الطابوهات، اكثر الطابوهات اللي خصها تكسر في المغرب بالنسبه لك؟ الجسد. اذا الجنس او الجسد؟ لا، كاين فرق ما بين الجنس وكاين فرق ما بين الجسد. الجسد يعني كماذا؟ كمادة؟ في الكتاب ديالي هناك يعني شابيتر كامل فقط الجسد، وكاين شابيتر ديال الجنس، بل الهدف ديالي هو اننا نفرقوا. حيتاش لو فات انني كنرسمت الجسد بواحد الطريقه بريئه وكلشي كيتعصب. علاش كيتعصبوا؟ حيتاش كيلصقوا. يعني حيت حنا عندنا ارتباط الجنس بالجسد. فوالا كاين الجسد وكاين الجنس. غايجي غايقول لك لا حنا الفطره كذا، هاد الهضره خطيره. لانه الا كنتي فقط حدا لوحة فنية ودغيا كيجيوك إيحاءات جنسية، أنا بالنسبة لي هنالك مشكل. وخا بزاف ما كيتفقوش على هاد الهضرة، ولكن قلتها وعاودتها لمدة 10 سنوات كنقول شوف أنا ما خليت حتى شي متحف. يعني إلا عاودت لك على اللوحات اللي كاينين وكيدخلوا أسر، ما كاينش شي أسرة كتشتت حيتاش كاينها لوحة فيها جسد ولا شي حاجة. بالعكس، يعني هو الجسد عاوتاني عنده حرمه عنده واحد القدسيه، وهذا هو دابا المشكل. فوق ما كنديروا على هذا الموضوع، الناس كتمشي دائما للحافه، دائما كتمشي للحافه. ما هي الحافه؟ الحافه هي غنوصلوا لواحد الادمان على اننا ندويو فقط على الجنس، وغندويو فقط على العراق، غندويو فقط. لا شوف، انا في النضال ديالي كما قلت لك باقا معقده، باقا ملتزمة. هكاك يعني اللي بغى اللي ما بغاش، ولكن انا فاش رسمت الجسد ونقد نقول لك انه في المعارض ديالي ما خليتش شي مكتبه ما سنيتش فيها يعني الكتب ديالي، لا في المغرب لا في اوروبا، الامريكان، المكسيك، واللي كانوا عامرين بالمغاربه، عامرين بالجاليه المغربيه من الدول يعني المسلمه المجاوره، كيخلو قلبهم. ولكن فاش كندير مثلا في المغرب، ما يعني فاش الواحد كيوقف قبل داك اللوحه بحال عطيتك واحد المساحه انك دير واحد الكومونيكاسيون مع داك الجسد، سورتو الرجل مع جسد المراه. حنا في الثقافه ديالنا غطي كل شيء، حط كل شيء، دير كل شيء، حتى تزوج بغيتي شي حاجه حتى تزوج، بغيتي تقول بغيتي غير تدوي على شي حاجه حتى تزوج، ما يمكنش. هادشي هذا انا كنقول عطانا واحد السلبيات اللي إذا دوينا عليها وسط الأسرة ولا وسط الزوجين راه ما كيعنيش أننا غنريبوا شي حاجة، بالعكس فقط للأف. هذه مواضيع في الأسرة المغربية باش تجبدي مثلا الجسد ولا العلاقات الجنسية دا الأسرة الأب والأم، راه السياق ديالنا مختلف. أنا في المعارض ديالي جاو عندي بزاف الأسر المغربية اللي كيدويوا على هادشي، وولادهم جو عايشين. مادام شوفي، مادام جاو وصلوا انهم يوصلوا عندك المعرض، الا راه عندهم ديجا واحد المستوى معين. دابا خلينا من الناس اللي ما كيعرفوش اصلا شي حاجه سميتها الفن، صعيب، وشي حاجه اللي ما سميتها الرسم ولا سميتها اخر حاجه يفكر فيها ويلا كيفكر في تربض الخبز، هذا كي غديري تشرحي له؟ لا شوف، الا كنا كندويو على شوف الطبقات الاجتماعيه ما كناش نهربوا منهم في هذا الموضوع هذا، باش نكونوا متفاهمين. راه الا كانت شي فئه اللي كتقاتل باش تاكل،
سل جسد دابا خصنا ناكلو دابا خصنا ولكن في نفس الوقت ممكن ما ننساوش واحد الطبقه متوسطه كامله اللي هي كتمثل واحد الفئه كبيره ديال المغاربه اللي عندهم حياه شخصيه عندهم. حنا ما كنديروش الفرزيات ولكن هنالك مواضيع ما فيها باس. وانا اختاريت الرسم الكتابه كما بديت مع الاستاذ الفلسفه وكنت نقول شي نهار غندير شي كتاب ندير به الحيحه. يعني انتي بصراحه الروحانيات عندك حضور يعني هذه هي الروحانيه ديالي هي الشيء نقدر نقول لك الرسم والكتابه هي الروحانيه ديالي هذه هي العباده ديالي هذه هي شنو هي الروحانيه هي الروح ديالي كتغذى بهذا الشيء ما كان اذي حتى شي واحد ما كان يعني كنعبر على الراي ديالي بواحد السلميه هذه هي العباده ديالي. الموت قبيله سولتك عليه الموت شوف انا من شحال هذه ما كنتش متقبله الموت علاش حيت انا من الناس اللي كيبغيو الحياه اللي كنبغي نشد طياره نسافر ما خليت المتحف خصني ناكلو كامل داك المتحف اللوحات نقيد نخرج ناكل نشرب داك قهوه واحده المتحف ونرجع في حالتي ونجيب كادويات لماما وبابا. يعني الحياه زوينه صراحه الحياه زوينه بزاف فالموت انا عندي بحال واحد بحال واحد النهايه اللي ولكن انا ولا عندي واحد تخوف اكثر من الموت هو انني نكون عايشه وميته. فانا تقبلت الموت ولكن كندير كل شيء باش ما نكونش عايشه وانا ميته في نفس الوقت. كتأمني ان كاين هناك حياه بعد الموت كاين عقاب وحساب وكاين انا شوف انا تايقه في راسي ما كان ادي حتى شي واحد يعني في في في, في الافعال ديالي واحد الثقه في النفس ديالي يمكن واصله للغرور. يعني ما عندي حتى شي تخوف. هذاك السؤال ديال واش كنظنش ان هذا السؤال يقد يجاوبه انسان حالي يعني لان حتى شي حد ما مات ورجع لنا وقال لنا شنو شاف وشنو عاش فتختلف الاراء في هذه النقطه هذه وللاسف بزاف تيكونوا متطرفين في هذه النقطه هذه لا اللي بغى يقول شي حاجه اللي كل واحد شو القبور كنكونوا فيه بوحدنا هي تجربه كنعيشوها بوحدنا في الاخير حتى الحياه كنتزادوا بوحدنا وكنموتوا بوحدنا كل واحد عنده الرحله ديالو. اذا انت ما خيفاش من الموت؟ قلت لك قبيله ما كنخ ما عادش كنقلب على شي حاجه كنخاف منها. اذا ما كتخافي حتى من حاجه؟ كتخافي من الله؟ بيان شوف عتي الخوف ديال الله فاش كيتجلى ما كنسرقش ما كنكذبش ما كنادي جسديا حتى شي واحد ما كنديرش قد في المحصنات ما نقولش على شي واحد عاهر حيت ما دارش حيت هذا هو الخوف من الله هذا هو الخوف من الله ودخل سوق راسك شي اكبر خوف من الله هو الدخول سوق راسك والظلم الناس وما تظلمش الناس وتساعد ودير الخير في الكتمان بلا ما تبقى تمنى به ولا شي حاجه انا هذا هو الخوف من الله وكنتمنى انه يخافوا الناس من الله بهذه الطريقه هذه. سلينا سهم القلب عشت معاك القصه ديالك زينب يلا دابا خص بدا الامور شويه طلع كما كنقولوا لا طونسيون غتطلع شويه. زينب ماشي كلشي كيبغيك وماشي كلشي عنده هذا التصالح معاك ومع افكارك لهذا غندفعي ضريبه الشهره في الفقره الثالثه مباشره غنمشيو للسهم القيل والقال. سهم القيل والقال زينب باش نعاود نشرح لك هذه الفقره قلت زينب كتبتسم وكدير لي كتستعد نفسيا بون كنظن انها التهم اللي غنقول لك كلها ماشي اول مره كتسمعيها وكنظن انك مستعده نفسيا لهذه التهم لان المجتمع اللي انت عايشه فيه والبيئه اللي انت جايه منها ليس دائما بهذا القبول افكارك فمن طريق على بركه الله عطيتيني لو فوفير نمشيو يلا. أول تهمة وما تنسيش أن دائما عندك الحق في استخدام السهم في حالة ما إذا بغيتي شي سؤال تفاديه وغالبا غتفادي شي سؤال. يقال عنك وهي تهمة مزدوجة المحافظون كيقولوا لك أنت نسوية متطرفة وحاقدة والمشكلة أن النسوية المتطرفة اللي كيهدروا عليها كتهمك أنك نسوية مزورة انفوس فيمينيست. أنا تشي واحد منهم لا لل لا اللي شنو يقولون المحافظين لا شنو يقولون لهاد بعض النسويات اللي ذكرتيهم. كنظن أني شرحت مزيان النضال ديالي هو أنه ما كنظنش أنه إلا تجمعنا كاملين في شي غرفة ودوينا على الاغتصاب
التحرش وزواج القصيرات كلشي غيقول اه هادشي كامل خايب. اذا حنا كاملين فيمينيست، هذا هو الفيمينيزم اللي كندوي عليه انايا وكن ماشي حيتاش رسمت الجسد غنوليو ضاربين كلشي في الزيرو، لا عادي هذاك فنيا واحد الطريقه انا دويت عليها، ولكن لي باز ديال الفيمينيزم الا كنت انا كنقول باللي الاغتصاب خايب وكنتسمى متطرفه، هنا هذه هضره اخرى. انا كنظن بلي اي واحد عنده الام ديالو بنته اخته الزوجه ديالو ما غيبغيهمش يتغتصبوا، ما غيبغيش شي واحد تابعها طريق كامله 10 كيلومتر هو تابعها مقنطه بها، هي غاده خارجه البحر خارجه شي حاجه، اولا الطفله ديالو قاصره يجي شي حد يقول لي غنجيبها من الجبل ونتزوجها كنظن ان المغاربه كاملين غيتفقوا في هذا الشيء. ايوا راه المغاربه فيمينيست. دابا بغيتي ترجع كلشي فيمينيست. حنا شوف اللي بغى يشوه السمعه ديال الفيمينيزم نحن هنا كي نصلح هذا يعني في نظرك ان هناك حمله لتشويه صوره النسويه؟ هناك حمله اللي جات من الميريكان، حيت شنو تيقولوا علينا حنايا؟ حنا هما اللي انا نهار كنت اول مره فيمينيست ما كنتش عارفه الميريكان فين جايه في الخريطه، شي نهار شير عليا هذاك التلميذ بالحجره حيت جبت النقطه الاولى، يمكن هذيك النقطه اللحظه فين وليت انا فيمينيست. علاش؟ حيتاش انا بنت قرايه، جيتو نتوما الدراري تحاميتو فيا. شنو علاقه هادشي بالميريكان؟ الا كانت هناك حمله ديال المحافظين في دوله اخرى اللي وصلت للعالميه وشي واحد تغسل ليه الدماغ بها، للاسف هادشي كيجي يتطبق علينا حنا في شمال افريقيا. شنو فين حنا وفين هما راهم وصلوا شي 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 حاجه في قلب المدرسه اللي حتى انا ضدهم مع الاطفال، ما انا ضد داكشي. اذا انت ماشي نسويه متطرفه؟ لا انا نسويه ظريفة معتدلة. يلا أول تهمة كتنفيها؟ لا كنفيها. ندوز للتهمة الثانية، وهذه التهمة لصقات فيك بزاف وكنتمنى أنك تشرحيها لنا بكل صراحة وبكل صدق. أغلبية الفيديوهات المنتشرة اللي كل دايرة ملايين يعني المشاهدات هي اللي فيها كتهضري على الجنس. وهي الفيديوهات اللي كتقولي مثلا واحد الفيديو شهير لك أن الرجل ها عدد المرات اللي خصو يعني يوصل فيها للمتعة ديالو. كلمات اللي كتستخدمي احيانا كتكون صادمه وسوقيه بعض المرات، واش هادشي كديريه اكسبري؟ واش استخدامك للجنس كموضوع بالضبط واستخدامك لبعض الكلمات المستفزه واش هادشي كديريه عن سبق اصرار وترصد؟ با دي تو، انا ما كنشوفش راسي انا مهووسه بموضوع الجنس، بل كنشوف هذوك الاعداء ديالي هما اللي مهووسين بالجنس، لانه باش يكون فيديو فيه ساعه ما خليت ما دويت على المدونة، على القصيرات، على المشاكل المادية، على المشاكل ديالنا، باش تختار فقط 10 دقائق اللي جبدنا فيها الجنس درتو. علاش ما درتوش الماركتينغ لذاك داك 50 دقيقة كاملة، خديت واحد 10 دقائق ودرتو بها واحد الحملة ديال طبيعة الحال. حتى واحد ما كان مسوق لذاك الموضوع اللي أنا دويت عليه، باكثر ما هما كانوا مسوقين انه هاد النسويه هادي اخيرا غادي نشدوا فيها وغنردوها ما كتسواش واشنو، مع العلم انه هذيك الهضره انا اللي قلتها. حتى فاش كنشوف اللي كيبغي زعما يصحح ليا كيجبد واحد الدراسه اللي انا هي اللي دويت عليها، هناك دراسه تبتات هاد النقطه وهي اللي دويت عليها. اذا انت كتصحح لي وانا وياك اصلا متفاهمين، وهذا الشيء دوين اللي كندوي عليه كذلك. ومن بعدها حنا دوينا على الجنسانيه، وحنا دوينا فينا هو المشكل، ولكن باش تخلي الجنسانيه هي الموضوع الاهم اللي كتهضري عليه، واش هذا في نظرك يعني إطلاقا. ماشي كديري كماركتينغ حتى انت؟ لا دخل عندي باش سميتك انا كنقول بارطاجا وكلمتك تولي يعني مسموعه اكثر. انا كنقول للناس ما تشوفنيش عند واحد اخر، دخل عندي الباب داري في البروفيل ديالي وشوفني علاش كندوي، شوف ستوريات ديالي، شوف الكتب، قرا الكتاب ديالي. علاش كتمشي عندي؟ علاش كتمشي تفهمني عند واحد اخر؟ انت ولكن هذه كلامك كلامي في 10 دقائق في فيديو ديال ساعة. علاش إلا كان عندهم مشكل في ذاك 10 دقائق إذا المشكل فيهم هما؟ واخا الكلمات اللي كتستخدمي ولا استخدمتي ما جاتكش صادمة؟ أنا عمري خسرت الهضرة، عمري درت شي كلام نابي، يعني هذا هو الفلاكس ديالي بعدا. يعني غتشوف بزاف ديال الفنانين لي غابور ميم سياسيين غتلقاه في شي فيديو كيقول شي كلمة ديال نص مطل لتحت واحد الاسلوب نابي. انا جامي درت هكاك، ولا قلت شنو واش البروستات معيور؟ واش الجنس معيور؟ واش لا
هذه حاجات اللي شوف نقول لك واحد النقطة مجدة، نفس الهضرة اللي كنقول كيقولوها بزاف ديال الرجال في لي بودكاست في ميم وزراء، راه ضراتهم غا حيتاش بنت جات حدا ميكرو ودوات، هذا الشيء اللي ضر. يعني كان نفس الجملة قالها راجل ما غاديش تقيسهم ما غاديش يديروا. انا حطيت في داك السيمانه حطيت كاع الرجال عندنا في السياسه عندنا في لي بودكاست يقولوا نفس الهضره، ولكن هما في الكلوب ديالهم، هذاك الراجل في الكلوب ديالهم، دابا دابا هذه بنت دوات خاصنا نقولوا ليها بلاصه الكوزينه ما تبقاش تدوي. لا غندوي واخا نعتبروا انك انت ما درتيهاش عن سبق اصرار. لا ما درتيش، كما قلتي كان عندها سياق ديالها. طبيعه الحال عندها سياق. دابا سؤال النساء، علاش هضرتي على الجنس عند الرجل واهميته وما درتيش على الجنس عند المراه وما قلتيناش شحال مثلا من مره خص المراه توصل للاشباع الجنسي باش تكون ساتيسفات؟ انا ديما كندوي على الجنس عند المراه، بل فقط انا في ذاك اللحظه بغيت نبدل شويش الموضوع. دويت على الكليتوريس اللي هو واحد العضو عندنا حنايا النساء اللي يلد زاد، اللي حنا كنقولوا فرنسا واوروبا اللي هي دول متقدمه راه يلد زاد في في, في الدروس ديال الطب والمقررات في 2016 عاد الكليتوريس اعترفوا عاد نتبهوا انك انا عطيت التاريخ ديال الكليتوريس كيفاش الكنيسه والطب كانوا دايرين لاسونسور، كانوا دايرين الرقابه باش المراه والبليزير ديالها يكونوا ممنوعين. سواء انت يعني حتى في الزواج، يعني انا ما كندويش في الزواج انه المراه ما يكونش عندها البليزير ديالها، وشرحت انه حتى 1994 عاد واحد العالمه استراليه دارت واحد النضال هائل، ومن تماك الجامعات يعني تواضعوا وقالوا صافي نزيدوا هذا الكليتوريس ونعترفوا به. يعني حياتي كامله الكتاب ديالي ما عرفتش انا في 10 دقائق دويت، كما قلت راه ما عندهمش مشكل مع داك الشيء اللي قلت، كان عندهم مشكل معايا، مشكل مع الجنس ديال معايا انا الشخص اللي قال داك الهضره. لا معايا انا، معايا انا ميم زينب فاسيكي اون بيرسون كانت واحد الحمله، وما بالعكس جابوا لي بزاف ديال المعجبين اللي اكتشفوني بهاد الحمله كنشكرهم. اذا داكشي ما كانش عن سبق اصرار وترصد ديما بنيه حسنه. اوكي واخا لا ديما بنيه حسنه، خدي لي هذه التهمه وقولي لي واش تهدي بنيه حسن. يا ربي السلام. افكارك وما تدعين اليه والكتاب ديالك والكتابات ديالك يقال انها نابعه من موقف سلبي عندك من مبادئ الدين الإسلامي، وأنك تحرضين على الخروج على عاداتنا وتقاليدنا وأحكامنا الشرعية. نهائيا أنا عمري دويت بالخايب على الدين، وغتلقى بزاف المناضلين ولا الفلاسفة اللي عندنا معروفين كيدوي لك على الآيات كيشرحها لك وكيقول لك شنو اللي فيها وشنو اللي ما فيهاش شنو اللي خاصو يدير. أنا كندوي بواحد الطريقة ديال بحال كما كاينه في السياسه كاينه العلمانيه، وقد نقول انه النضال ديالي انا علماني. انا كنفرق الروحانيه على علاش كنفرق الروحانيه، ماشي ضدا في الروحانيه، بل كنقول للناس ما يمكنش تخلط الروحانيه بجميع المواضيع. دابا هذا هو الغلط اللي يمكن هذه هي اللي انا عندي مشكله معها في الخطابات الدينية، مع العلم أنه أنا كنقول أنه هادوك ماشي خطابات دينية، هادوك يوليو خطابات سياسية، لأنه الخطاب الديني هو اللي كنسمعوه في الجامع، هي داك الخطبة الجمعة، هي داك الشيء اللي كنديروه بيناتنا في بيتنا جالسين مع راسنا، هذاك خطاب ديني سواء مع راسي أو مع الناس. إن فوق تشد ميكروفون داك خطاب سياسي وليس بديني، إيديولوجيا يعني لأنه عندك واحد الهدف لواحد لاماس وباغي هذا وكتحارب اللي مختلف معاك. انت دابا صافي انت وليتي سياسي، نسى عليك لانه الدين كما قلت في الجامع ناس كتمشي تصلي، كنمشي كنسمع الخطبه، انا كنسمع خطاب دين. بل اكثر من ذلك انا الدين ديما تنقول عندنا واحد الاركان خمسه بهم نركزوا عليهم، ما كنشوفش انا يا اغلبيه ديال الداعيات والشيوخ اللي كنحترمهم واللي حتى حنا محتاجينهم باش يكون واحد التوازن ما بين الحريه والروحانيه، ماشي ضد هذا الشيء، ولكن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. الشيء الماء ماشي السم، إلا شربتي 4 لتر في دقة واحدة غتموت، هذا الماء غيقضي عليك. ما تقولش منين الماء هذا، أو يعني الماء كيخلي كل شيء حي، كيخلي كل شيء عايش حياته، يقتلك حيت زدتي الجرعة. وأنا علاش نقدر نقول لك اللي خلاني
ننبه الناس من الخطابات الدينية التي تصبح خطابات سياسية. عندي أصدقاء أبقوا لك يقرأوا فاقسن والديهم، دخلوا في واحد المرحلة ديال تطرف، ما بقوا لا بغين يقرأوا، والديهم واحلين بهم. هادشي عندي في الأصدقاء ديالي. تولوا يعني داك عندهم داك الفكره ديال الاخره وصافي الدنيا بسبب متطرفين اللي غسلوا ليهم دماغهم اللي خرجوا عليهم. انا ماشي ضد الخطاب الديني، انا قلت فين كاين الخطاب الديني، ولكن الخطاب السياسي اللي كيخرج على الشباب انا ما متفقاش معاه. لهذا انا ما عنديش مشكل مع الدين، يعني مشكل مع الخطاب السياسي مع أهداف. سياس الدين ها. يعني علاش هاد الشباب هادو انا اللي كنعرفهم شخصيا والام ديالو كتبقى كتقول لي انا متبعاك وانا متفقه معاك، ولدي خرجوا عليه مشى جلس مع شي جماعات ما بقى باغي يقرا، انا دابا خصني باش ولكن ماشي دائما يعني التشبع بالدين ولا الالتزام بالدين هو شي حاجه اللي كتخرج على الشخص. الوسطية والاعتدال. انا غير قلت التطرف والحاجه اللي زادت عن حدها. بحال دابا فاش كتشوف واحد الانسان اللي عنده ناس متبعين وكيدوي باسم الدين ودير فيديو على هادو هما الخطوره، هذه هي الخطوره ديال ندخلوا سوق راسنا. دابا ندخلوا سوق راسنا ولات عندها خطوره، يعني خاصنا ندخلوا في الشبوقات ديال الناس وندخلوا في حياتهم. تمام الدين قال لنا ما تدخلوش في الحياه الشخصيه واحد اخر. بغيتي الامر بالمعروف انه يعني المنكر مزيان. واش يا ماجد انا كنكون في طبله واحده مع هاد وكنقول لهم عرض عليا شي ايه غف اين سنه هجريه حنايا كيبقاو مبلوكين، تنقول لهم يعني النظافه من الايمان، العمل عباده، يعني شحال من حاجه زوينه كاينه اللي انا كنشوف راسي كنديرها. اذا انت ما عندك حتى مشكل مع الدين؟ ما عنديش شي مشكل مع الدين، يعني افكارك اللي كتروجي لها ورسوماتك. انا اصدقائي كاملين مسلمين، مسيحيين، يهوديين، كل واحد داخل سوق راسو كيمارس داك الشيء مع اللي خلق. إذا رسوماتك ماشي مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي اللي كيدعو إلى الحشمة وإلى يعني الوقار. أنا وحط المرأة في واحد الهالة. أنا لا بويزي أغاب ديال المسلمين القدام هي اللي لهماتني باش ندير ذاك الرسوم. شي في القرن 13 شنقول لك واحد الشعر ديال المسلمين اللي كان على الجسد وعلى المرأة هو اللي خلاني أنفيت أنا نكون أنسبيغي باش ندير ذاك الرسومات. ما شفتش الأمريكانيين وما شفتش الشعر العربي يعتبر عنده تاريخ ديال الحب والعلاقة بين المرأة والرجل. بل احنا في اللغة العربية هي اللغة الوحيدة اللي الحب عنده 100 كلمة، لدرجة أنه الدرجة اللي هي 100 الهيام. شي ما كاينش في فرنسا، ما كاينش في الإنجليزية، ما كاينش في شي لغة واحدة أخرى. يلا هلا لا كتنفي هاد التهمة، ما عندكش مشكل مع الدين الإسلامي. دابا باغاني نلعب هاد ما بغيتيش كاع تستخدمي هاد السيام كتجاوبي. مازال التهم تبارك الله. يمكن أكثر ضيفة في هاد الموسم عندها التهم. التهمة الموالية، وسمعيني مزيان زينب، مؤخرا خرج لك واحد الفيديو هو عبارة عن ديبا، حضرتي في واحد البرنامج عبارة عن ديبا أو نقاش اللي الفكرة ديالو أنه كيصادف الرأي والرأي المعارض. كي اللي كيقول أن دخولك ومشاركتك في هذا النقاش كانت خطأ فادح. كانت خطأ فادح. كتعترفي؟ كنعترف. علاش؟ علاش هذاك الإنسان أنا ما كنتش كنعرفه. ما كنتش كتعرفي ذاك المؤثر؟ قالوا لي يا شيخ جيت. أنا عتي كنت فرحانة، كنت كنتخيل هذاك الشيخ اللي غادي بين يديه أنا وقيلة غادي غندير النقاب، غنخرج دايرة النقاب. ساعة خرجت مناضلة أكثر. شنو وقع في ذاك لو ديبا؟ شوف 4 ساعات وحنا كنصوروا ذاك النقاش. 4 سوايع. 4 ساعات تحطت منها 40 دقيقة. اللي ما تحطش في ذاك 40 دقيقة هو شوف أنا نناقش معك في أي نقطة نناقشها معك وتكون مختلف معايا ما عنديش مشكل، إلا تعيط لي عاهرة في وسط يعني التصوير. نعتك بالعاهرة؟ نعم. وقبلتيها؟ لا ما قبلتهاش، حيت انا نعتو بكلمه واحده اخرى اللي هي داعش. كنرد شنو غنبقى ساكته؟ شنو غنوض نبكي؟ انا من النوع اللي بغى يحقرني كنعطيه المثل، ما كنعطيهش حتى في وسط النقاش يعني والتسجيل خدام يعني وسمى يعني اي وحده العاهرات وجبد. هذا فهمتي
ميم في الدين ديالنا ما خاصكش دار قد في المحصنات قد في المحصنات اللي من الكبائر اللي هو اللي عنده عقاب من الكبائر. زينب على فكره الناس راه قد في المحصنات راه تيقول لك راه من الكبائر من الكبائر. فانا ما نسكتش ولكن دابا انا تسهل النقاش عاد عرفت شكون هو عاد عارفه الشخص. لا ما كنتش عارفه و جيت باش نلقى شي شيخ وكنتمنوا مع عمري ما غادي نحبس زعما المره الجايه غنسول على الشيخ وغتقبلي الدعوه لحضور برنامج من هذا النوع الا كنت كنعرفوا انه انسان مسالم وماشي كيقذف المحصنات بحال داك الشخص مرحبا. اذا كتعترفي انه فعلا كان خطا خدي لي هذه التهمه عاوتاني. زينب فصيقي بزاف ديال الناس يتهمونك بانك واحده من أكثر الداعمات للمثلية في المغرب. شنو هي داعمة للمثلية؟ داعمة كتشجيع على المثلية وعلى أن الإنسان يأخذ حريته في اختيار الجنس اللي بغى يمارس معاه حياته. خصنا نعرفوا واحد الفرق ما بين حاجة كيفاش تقول داعمة ومشجعة يعني بغى الناس يوليو هذه الفكرة. لا أنا ماشي كنقول الناس يوليو أنا كنقول أنه الحب له لغات وله أشكال ما بين البالغين ما كندويش على الاطفال ما كندويش على القاصرين. شي فراسك انا قاصر بعدا ما كتدخلوش للراس كتحبس حتى 18 عام. انا كيجيني الواحد قاصر حتى كيدير 25 عام راه باقي قاصر. شنو زعما قاصر 18 عام يعني 19 عام نوض يتزوجوا ولدوا صافي ساليو في محكمه ديال الاسره. مي انا فاش كندوي على شي ميولات جنسيه كندوي على بالغين داخلين سوق راسهم. بل انا عندي اصدقاء يعني مغاربه واوروبيين وامريكيين اللي هما مثليين وما كيحملوش هاد الشيء دابا اللي واقع انه اصبح الحب حتى هو سياسه. انا ما متفقش انه العابد الكره نفرضوا عليه يناضل على هاد المواضيع هذه. انا ما متفقش على انه هاد الشيء يدخل مع الاطفال ما متفقش في المقررات مثلا ما متفقش انه هاد الشيء يكون في المقرر ما متفقش ان هاد الشيء ندويو عليه مع الاطفال. كنشوف شي حاجات صراحه واقعه في الميريكان في فرنسا في كندا كيفرضوا على سورتو اللي كيجرحني وفاش كنشوف المسلمين تما كيفرضوا على ولادهم انه بزز منهم يفرضوا عليهم انهم يقراوا على داك الشيء هما اطفال او لا كيفرضوا عليهم مثلا العابرين يعني كتلقى شي واحد في عمره العابرين الجنسيين كتلقى في عمره مازال 12 عام 10 سنين دغيا الدوله عطاتو الهرمونات دغيا. لا داك الشيء خاصو واحد الكومونيكاسيون خاصو واحد الثيرابي الواحد يكون. عندي أصدقاء تداروا 30 عام عاد بداوا لا بروسيدور وساكتين وداخلين لا في السياسة عايشين داكشي. أنا هادشي اللي كندوي عليه كنقول ندخلوا سوق راسنا ولكن ما تبقاش تخلي تبقاش ترد الحاجة السياسية. أنت داعمة ولا غير داعمة للمثلية؟ أنا ماشي كنشجع باغا نرد الناس مثلية. أنا كنقول اللي بغى يكون مثلي ولكن هاد التمييع المثلية ولينا كنشوفوها في لدى سانز انيما ديال الدراري. انا ضد هادشي. انا اللي يكون بالغ وعنده يعني في علاقه ديالو مع صراحه ما عنديش مشكل غندخل سوق راسي وغنحترموا حياته. هذا الا كانت كتسمى هذه داعمه سميوها داعمه ولكن الاطفال خط احمر. اذا انت مع ان الانسان هذيك حريه شخصيه ولكن بلا ما نميعوا الخطاب المثليه ولا نفرضوها على الناس. لا اوكي واضح. زينب انتينا يعني فنانه كديري دي طابلو وهذه مهنه ديالك. يقال وصحي لي المعلومه الا كانت خطأ ان لوحاتك باهظه الثمن وكتباع بالملايين. الله 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 فين قصد هذه مصادري الخاصه الجواسيس ديالي قالوا لي ان اللوحات ديالك واقيلا غادي نلعبوا اخيرا شتي الفلوس سبحان الله الفلوس الوحيده. لا 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 كنضحك جبت لك المثليه جبت لك والو واش لعبتي؟ لا شوف غنلعب السهم ولكن ليست باهظه الثمن. اوكي يلا انا ما نقدش تعطي الثمن احتراما للناس اللي كنخدم معاهم والمعارض اللي كنخدم لانه هذا شوف راه حتى الكونترا ديال الخدمه ديالك ما عندكش الحق تجهر يعني المبلغ اللي كتخدم به هذه حاجه قانونيه فقط لاغراض قانونيه. ولكن باهظه الثمن راكو كانت باهظه الثمن كراني جيت بفيراري ماشي جايه على رجليا. يلا نلعبوا ونتمنى انك تجيبيها في الهدف باش تكون تهني من هذا السؤال. نبداو دابا الا خسرت خصني نجاوب ما تخسريش مش مشكل انا خسرت راه
فوق شوية فوق درفعي فوق بس زقلت مازال ممكن عندي ثلاثة ديال الفرص واخا هذا حالف تنقول تمام طمان لا في الهدف داك لاسيد انا ماري في الهدف الله 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 بغيتي نسهلوا عليك باش ن طمان انا اول مره كندير هاد اول مره كتلعبي خسرتي اذا خصني نجاوب ونجيو الصراحه صراحه المعرض كياخذ الفنان اكثر من 50% دابا فاش كتحطي الطابلو ديالك في شي معرض المعرض كيطلع الحال حيتاش هما داروا الخدمه كامله ديال الكتاب حتى الكتاب انا كناخذ 10% على كل كتاب تباع داكو وكتجمع لك في العام واحد البركه هاد الطابلويات هادو انا الاثمنه ديالي صراحه ما تعداتش نقدو نقولوا واحد 10000 درهم ولكن كندويو على واحد البرودكسيون ديال الثوب ويعني طابلو قد هاد قد هاد لا تيلي هادي ويعني الفلوس مشات حتى ل 5000 درهم في لا برودكسيون فشنو يعني ما كاينش شنو ربحت انا قلت لك راني جيت بالفيراري راه سمعتوها الموتور ديالها من الرباط جيت على رجلي يعني ان داك يعني الناس كيقولوا انك لاباس عليك شو انا هذه النقطه ديال نكون لاباس عليا عندي خطه باش نكون لاباس عليا لانه انا الفن ما غاديش تكون بل اي فنان في العالم لاباس عليه عنده واحد الخدمه دابا الناس نسات انني واحد مهندسه واقيلا انني مهندسه وخدامه فريلانس كندير البيرو ديتود فريلانس لسنوات مع دي كليون مع شركه ديال الطوموبيلات شركه ديال لافياسيون راه البروجي تيكون فيه الفلوس صراحه انا لقيت الفلوس في الميكانيك اكثر من الفن. الفن وعندي دابا طموح انني نولي بيلوت يعني دابا باديه بديت الفورماسيون وكنتقاتل باش تكون هذه المهنه ديالي يلا ندوزو للتهمه المواليه كثرت عليك من التهم يلا ما بقاش بزاف اخذ راحتك زينب يقال ان كنتي كتعتبري راسك مناضله ولكن بزاف ديال المناضلين يقولون عنك انك نضالك فارغ لان ما عنده حتى وقع على ارض الواقع بمعنى ما عندك لا انتماء سياسي لا شي انتماء جمعوي لا شي امباكت زعما حقيقي على ارض الواقع ومجرد نضال في لي ريزو سوسيو في بعض البرامج شي خرجات كتستفزي الناس وكترجعي عاوتاني لذاك القوقعه ديالك واش نقول لك واحد الحاجه انا بغيت يبقى فارغ حيت انا غنقول لك دابا على السياسه انا عندي واحد القصه طريفه وقعت لي مع السياسه انا في واحد الفتره 2019 كنت عواله ندخل مع واحد الحزب سياسي ونولي يعني فهمتي من هنا 10 سنين نولي حتى انا يا فهمتي في البرلمان وتصوتوا عليا ونحن هذا فالصديق اللي عاودت لي قلت لي شوف الله يخليك الاخ الا بغيتي نتلاقاو في واحد الكافي وتشرح لي عافاك الحزب وتشرح لي كيفاش ندخل معاكم شنو قال لي قال لي ها نجي عندك الدار ونجيب معايا ما نشربو ونشرح لك فكانت هذيك هي اللحظه اللي دخلت السياسه وخرجت خرجت من السياسه قلت هكاك ايوا صح هذا واحد السياسي اللي معروف ونحن وهذا ودخلت وخرجت قلت غنبقى كنرسم غنبقى كندوي في بركه عليا فانا بغيتو يبقى فارغ جمعيه كنخدم معاهم انا خصكم تعرفوا بلي الكتوبه اللي غيخرجوا لي هذا العام كاملين كل واحد مع جمعيه كنتلاقاو وكنخدموا على واحد السيناريو كنخدموا على واحد المحتوى سواء على حقوق الطفل ولا على حقوق الرجل حقوق المراه انا حتى غنبقى ندوي على حقوق الرجل دابا غيولي حتى هو الخطاب المستقبل انا بان لي في حقوق الرجل هذا عجبنيش هذا الراجل جاني كيبكي وخاصنا ندويو عليه جاء الوقت وكاين ندويو على حقوق الرجل الجمعيات انا عندي علاقه ديالهم معهم زوينه كنفضل انها تبقى علاش انا البروفيل ديالي ماشي ديال داك الضغط السياسي والضغط ديال خاصنا نجيبوا البيدجي خاصنا نديروا هادي ونمشيو انا هكاك دايره يعني درت واحد الامباكت اكثر من السياسيين والجمعيات كنقولها بواحد الافتخار ماشي غرور بقى
قسما بالله الا كتلقى راسي في لي زيفينمون شي جمعيات والسياسيين كيديروا دي زيفينمون كل نهار كتمشي الفلوس غير فداك القهوه وداك الحلوه اللي كيديروها في البيفي وكيجيو جوج الناس كيفرقوها بيناتهم. انا فاش كندير فاش درت ايفينمون في اكادير القاعه عامره طنجه القاعه عامره بالناس مغاربه ما جاوش عندي الميريكانيين جو مغاربه محروقين وكل واحد فاش كنسالي ليفينمون انا دار لي با انا اختصمني هذا انا تحرش بيا هذا هذا دار لي في الخدمه كل شيء قلبه عامر. شي قصه سمعتيها مع عمرك تنسيها زينب؟ شحال ديال القصص؟ عطيني اكثر قصه مؤثره ديال شي امراه تعرضات فعلا لشي ظلم من طرف رجل. انا مؤخرا بديت كندير نفس الورشات اللي كنديرهم. شوف الورشه ديالي هي الرسم والنضال. كتجي ما كتعرف والو في الرسم، انا كنعطيك لا باز ديال دير بون ديسيني هما القصص المصوره. يعني عندك سيناريو عندك طريقه ديال الرسم وهذا الشيء درته في المتاحف في المغرب درته مع الجمعيات. فمؤخرا بديت كندير هذا الشيء حتى برا. مشيت درته في بروكسل جابوا لي واحد نساء مغربيات في عمرهم 60 عام جاوا جلسوا قلت منين غنبدا منين غنسالي وعاتي بداك النوع اللي بالجلابه والدره وهما حياتهم كامله دوزوها في بلجيكا وكيعرفوا غير الريفيه كيعرفوا غير يدويو بواحد الدارجه يعني بسيطه صافي. انا ساليت داكشي ديالي بالدارجه. انا فاش كنمشي برا كنمشي مع عند المغاربه راه كنقولها دائما راه القاوري راه ما محتاجنيش القاوري عايش حياته. انا كنمشي برا عند المغاربه عند المسلمين اللي برا اللي قلبهم عامر. عرفتي غير عطيتها ورقه وستيلو تبدا وقلت لي قلت لهم حنا هذا النهار اللي عنده شي حاجه جرحاته غيرسم عليها ولا غيكتب عليها. شحال من واحد فينا عنده هذه الثقافه ديال دخلت للدار معصب غنكتب انا هذه كنديرها غنبقى نكتب 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 حتى كنحرق داك الاوراق كنحس براسي خرجت صافي دو بيان. دونك قلت ليها ترسم عاد بقات تبكي 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 وانا نبكي نبكي وكلنا نضنا كنبكي وعرفتي والصديقه ديالها واش رسمات ولا غير كتبكي قبل ما ترسم؟ ما رسمتش نضت تبكي حيتاش الصديقه ديالك غنوض نبكي والله الا غنوض نبكي. بدات تترجم ليا من الامازيغيه ديالها للدارجه قالت لي عمر شي حد قال لي عبري على راسك حياتها كامله 60 عام حيتاش امها وبا كانوا توفاو اغتصبوها في الدوار بزاف وحرقت يعني غنوض نبكي حرقت في فلوكه بوحده تصبوا عاوتاني في اوروبا بلا اوراق وهي يعني داك تخيل هادشي يوقع لك انت معاناه ديال شخص تخيل هادشي يوقع لك وما دارت الوراق حتى دارت واقيلا شي 40 عام 50 عام وداكشي اللي داز عليها وبكثره الصدمات اللي هي عاشه عتي يديها امبوسيبل ترسم. انا عتي داكشي ساله دخلت للوطيل بقيت نبكي 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 حتى يجي واحد ويقول لك كنزيدوا فيه عادي شحال من واحد عاش هاد الشيء. غادي نسالي هاد الفكرة زينب. إذا جاوبتي على التهم مؤلم والله مؤلم لا مؤلم راشي لا ضحكت والله إلا كنغطي بزاف ديال الآلام أكيد فاش كنسمعوا قصص الناس كنزيدوا نأمنوا بالمشروعية ديال داك الرسالة اللي الواحد كيدافع عليها. فكانت هذه هي التهم ديالي لك زينب. مازالين مستمرين أنا وياك والمشاهدين ولكن من بعد الفاصل. الفقرة الرابعة سهم الرأي مع أو ضد في حلقة المثيرة للجدل زينب فاسيكي. زينب مجموعة من الأفكار قولي لي واش أنت معها ولا ضدها. سهلة مع أو ضد الفكرة كتقول أن العقل هو خلاص المرأة والعاطفة هي سبب شقائها. متفقة متفقة طبعا. إذا العقل كيوصل المرأة للبر الأمان والعاطفة والضعف ديالها أحيانا كيخليها دائما كنقول سواء كنتي مرأة ولا رجل العقل ديالك هو اللي غيوصلك لكاع الأحلام ديالك. أنت اللي تعارض قرار العقل والقلب ديالك شكون اللي كيربح؟ طبعا الحل العقل. العقل قاصحة قاصحة. مع أو ضد سمعيني مزيان زينب تقنين العمل الجنسي في المغرب على غير أربع الدول العربية كتونس؟ ما متفقاش بزاف غادي يبلوكيوني من بعد هاد الجواب. أنت ضد؟
شوف العمل الجنسي مازال عليه بزاف ديال الخدمه. شوف انا اي حاجه كنقولها بعدا في النضال ديالي كنقولها والناس كتقطع الهضره، كنقول هنالك بزاف ديال الخدمه خاصنا نديروها باش يلا نوصلوا لداك التقنين ولا شحال من حاجه، لانه حنا مازال عندنا العمل الجنسي في المغرب كارثه انسانيه اللي الهدف اللي اصلا السبب ديالو هو الفقر. الواحد خاصو ياكل خاصو، فما كنشوفش انه داكشي انا اللي شفته مع الجمعيات واللي شفته في ارض الواقع هما ناس اللي باغا تاكل وتشرب وتمنى تكون في حاجه اخرى. ما كندويش على الناس اللي باغا هذه المهنه، ولكن لا تمثلوا الاغلبيه ديال الناس اللي كيزاولوا هذا الشيء هذا في المغرب. اذا ضد تقنينها، ضد تقنينها، اذا نسويه ضد تقنين العمل الجنسي. يلا بلوكيوني شي حاجه جديده. مع او ضد من يقول إن الحجاب عادة وليس عبادة واختيار؟ أركان الإسلام 5 والحجاب كيبقى اختيار. إذن مع أوكي، مع أو ضد القولة اللي يقولها بزاف ديال الرجال أن النساء ماديات؟ أنا كيجيني نجاوبك، أنا كيجيوني هاد الرجال هادو متناقضين، حيتاش هو باغيها ما خداماش فهي غتكون مادية معك، ما غتكونش معك عن حب، غتكون معك عن حاجة. إلا لكن انت باغيها تكون عن حاجة فالله يسهل عليك ما تشكيش من بعد. أما كنقولها أنا يا عن تجربة، بما أنني بفلوسي فالإنسان أنا اللي اختاريت نكون معاه شي حيتش محتاجاه ولا حيتش كنموت عليه كنبغيه وعمري غادي نخونه شي نهار ولا نأدي شي نهار. فكان هذه فرصة باش نعطي للرجال واحد الرسالة، ثقوا في المرأة اللي خدامة وبفلوسها راها ما غاديش تكون مادية، بالعكس إذا بقيتوا باغينها ما قارياش ما خداماش هذيك هي اللي غتكون مادية وغتمحنوا معاها. سالينا الفقرة الرابعة وغندوزوا مباشرة للفقرة الأخيرة واللي هي سهم الصورة. الفقرة الخامسة واللي هي سهم الصورة. زينب غادي نعطيك قبالتك في الشاشة غادي يبانوا مجموعة من الصور، هي عبارة عن منافسة. أنا عطيك سؤال وكل مرة غيطلعوا جوج ديال الصور وخصك كل مرة تقصي لنا واحد باش في الاخر صورة واحدة اللي غادي تربح معنا. واخا وانا كنوجد لك انت بالضبط هذه الفقرة كنت غادي نحط لك تصاور ديال صديقات نسويات، ولكن لا، انا وفريق البرنامج اقترحنا سؤال من نوع خاص. انت مؤثرة بغيتي ولا كرهتي في مواقع التواصل الاجتماعي كيتبعوك الناس، عندك خطاب، عندك جمهور، عندك ناس كتتبعك. في المقابل كاين ناس كيختلفوا معك ربما في الايديولوجيا ولا في الفكر، ولكن انا بغيت نعرف رايك فيهم. الا قلت لك شكون هو اكثر شخصيه عندها مرجعيه دينيه بالنسبه ليك كتفضليها في مواقع التواصل الاجتماعي كشخصيه مؤثره؟ اوكي اوكي، غادي نعطيك وحدين من اكثر الناس حضورا للفيديو ديالهم كيتبارطاجاو، يعني شخصيات معروفه، وقولي لي شكون هو الأكثر قربا ليك والشكل ديال الخطاب الديني اللي كتفضلي. واضح؟ واضح. يلا نمشي. والأول جوج مقترحات. إذن جوج، أول جوج مقترحات عندنا من جهة إلياس الخريسي وعندنا رضوان بن عبد السلام، حاضرين عندهم جيوش ديالهم، عندهم المحبين ديالهم. كتعرفيهم؟ أصدقاء ديالي هادو. أصدقاء إحنا، السلام والمحبة والخطاب هذا هو الخطاب المحبة، سر الصداقة الناجحة هي كل واحد والله يسهل عليه. شكون بيناتهم اللي كيجيك الخطاب ديالو يعني أحسن؟ رضوان. رضوان بن عبد السلام طبيعة الحال. رضوان إذن أول مقصدين بدون شك بدون مناقشة. إذن إلياس الخريسي غيمشي وغيبقى معنا رضوان بن عبد السلام، هو كيدير الفكاهه وكتبعي مره كتشوف طبيعه الحال، يعني عنده هو اراء ديالو اللي مختلفه مع ديالي، ولكن هذا هو السر، ما غاديش نكرهه، وكنتمنى انه حتى هو ما يكونش من الكارهين ديال النساء اللي كيدويو على قضايا اجتماعيه بسيطه. اوكي، نشاهدوا الصوره المواليه مع من غيتنافس رضوان بن عبد السلام مع الداعيه ياسين العمري. غنبقى نختار رضوان. رضوان انت عزيز عليك، يمكن الدعوه كي ضحكني انا الصراحه، واخا يكون مختلف معايا شي اللي ضحكتيني صافي. اذا رضوان بن عبد السلام مازال مستمر معنا، هذه المره كيقسمنا الداعيه ياسين العمري.
وغنشاهدوا المقترح الموالي أو الشخصية الموالية. الشيخ الفزازي. شوف الاحتراماتي لهذا والشخص اللي قبل منه، ولكن غنختار رضوان. رضوان بن عبد السلام توجور. إذن رضوان بن عبد السلام من حد الآن هو اللي كتبعه زينب، وهو اللي بالنسبة لي الخطاب دياله مقبول وكيعجبها. إذن رضوان بن عبد السلام، وآخر صورة غادي تنافس مع رضوان بن عبد السلام هي لي الداعية مصطفى الهلالي، هو كيمثل واحد الخطاب ديني متزن، شخصية يعني محترمة جدا. شوف فيهم كاملين الهلالي. إذن الأستاذ مصطفى الهلالي هو اللي غيربح معنا، هو اللي غيربح. إذن الخطاب ديالو كيجيكم يعني خطاب معتدل كما خاصو يكون. إذن هذا هو النموذج بالنسبة لك ديال الداعية أو ديال رجل الذي يمثل الدين. طبعا كنشوف يعني شحال مره كنشوف الفيديوهات ديالو والمقارنه مع بزاف، كما قلت الوسطيه والاعتدال هي السر في انك حتى الواحد يبغيك. ها انا دابا شكون قال انه هاد زينب فاسيكي وهاد الروينه غتختار شكون اللي عاجبها؟ بطبيعه الحال انا كنتفرج في هذا الشيء، ولادي حتى هما غيتفرجوا، وكنفضل هلالي كمحتوى مفيد عليهم. وي اوكي، إذن اختيارك هو الاستاذ مصطفى الهلالي. شكرا لك زينب انك لعبتي معايا اللعبه، واخا كان فيها واحد البياج ولكن صافا عليك، خرجتي راسك. زينب شكرا بزاف على هذه الحلقه. اخر طلب زينب هو اذا طلبت منك ترشحي لي شخصيه نسائيه ولا رجاليه تبغيها تكون في بلاصتك، ونوجه لها الدعوه بسميتك. انا واحد الانسانه اللي كنشكرها مام على كاع داكشي اللي دارته على ودنا، هي الاستاذه نزهه قسوس. استاذه نزهه قسوس، نعم، اللي بفضلها دارت واحد العمل كبير باش تبدل مدونه الاسره. دونك بفضلها انا دابا كنسافر، عندي اوراق، يعني عندي واحد الحقوق، وخا مازال هنالك ثغرات خاصنا نخدموا عليها، فهي واحد الانسانه اللي كنشكرها. اذا الاستاذه قسوس طبعا دعوه مفتوحه ليك موجهه من زينب فاسيكي. غادي نشكرك مره اخرى. شكرا مجد، نقول لك شرفتيني. شكرا. وانتم مشاهدينا كنتمنى ان الحلقه اليوم تكون نالت اعجابكم. دائما غنضرب لكم موعد في حلقات مقبله من برنامج السهم.